بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الله وفي سورة المائدة يقول ربنا سبحانه وتعالى آية من الآيات التي تصلح أن تكون لها الدلالة الاستقلالية وأن تفسر في السياق والسباق، وهذا النوع من الآيات سبق في حلقة ماضية أن عالجنا واحدة منها، واليوم مع قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فهذه الآية يجوز أن نفسرها مع ما قبلها في سياقها، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نقوم لله وأن نكون شهداء بالقسط وأن نعدل، ثم وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات مطلقا من المسلمين وغير المسلمين بالمغفرة والأجر العظيم. وهنا لو ربطنا هذه بما سبقها فإنه أيضا من باب الترغيب والترهيب، من باب بيان الثواب والعقاب، من باب الأمر والنهي، فإنه سبحانه وتعالى يقول والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. كفروا وأفسدوا، كفروا ورفضوا وعادوا كلام الله سبحانه وتعالى. هناك الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهنا كفروا وكذبوا بآياتنا، أولئك أصحاب الجحيم. نعوذ بالله من الجحيم. إذن هذه الآية يمكن أن تفسر أن الذي لا يقوم بالعدل وبالقسط والذي لا يقوم أيضا بالشهادة لله فإنه يكون قد كفر وقد كذب. والكفر والكذب كلاهما منهي عنه من عند الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن تكون مستقلة عامة يتكلم فيها ربنا عن كل الذين كفروا، سواء أكانوا من أولئك الذين رفضوا ما تقدم أو كانوا لم يستمعوا إليه ولم يروه ولا يعرفون عنه شيئا لكنهم كفروا بالله رب العالمين. فإن قضية هذا الكون هو أنه مخلوق لخالق، وهذا هو الفاصل بين أهل الأديان وأهل الإلحاد. أهل الإلحاد قالوا اتركونا وشأننا، نفعل ما نشاء بعقولنا، لا علاقة لنا بأننا مخلوقين لخالق، بل إننا لا نؤمن بهذا الخالق. وأهل الأديان قالوا إن هناك خالقا. الإسلام أعلنها صريحة مدوية أن هذا الخالق واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه هو الرزاق، وأنه هو العليم، وأنه هو المريد، لا راد لإرادته سبحانه وتعالى. وجلس القرآن يصف في ربنا سبحانه وتعالى بما لم يصفه كتاب قط، فوصفه بأكثر من 150 صفة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصف ربنا بأكثر من 160 صفة. وما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله الحسنى أكثر من 220 صفة.
تبين لك وتجيب على كل ما يخطر في ذهن الإنسان من تعبد. نعم نحن نعرف من نعبد، ومن عرف ربه عرف نفسه، ومن عرف نفسه عرف ربه. فلو عرفنا أنفسنا بأننا مخلوقين، بأننا من المخلوقين، عرفنا ربنا بأنه هو الخالق، لنا بداية فهو الأول لا بداية له، ولنا نهاية فهو الآخر لا نهاية له. علمنا محدود محصور، لكنه هو العليم. إرادتنا قاصرة على اختيارنا وقدرتنا، لكن قدرته وإرادته لا نهاية لها. والفرق بين الاسم والصفة أن الاسم علم على الذات، والصفة معنى قائم بالذات. فلما أسمينا صفاته سبحانه وتعالى أسماء عليم، حليم، حكيم، عظيم، دي كلها صفات، أمال بنسميها ليه أسماء الله الحسنى؟ قال لأنها بلغت إلى الغاية والمنتهى الذي لا مزيد عليه، بحيث لو أطلقت انصرف الذهن إليه سبحانه. مين الرحمن؟ الله. الله على شو كده هو على طول. والرحيم مين؟ الله. والعليم مين؟ الله. يبقى اسماء، ما هو الاسم عالم على الذات، تعريفه كده. طب بس دي معاني قائمة في الذات، دي صفات. صحيح هي صفات، لكنها بلغت إلى المنتهى، إلى النهاية، إلى ما لا شيء وراءها، فلما أطلقت انصرف الذهن إليه سبحانه. ويبقى على كده كأن اسمه الله. ولذلك بعض الناس يقول اسم الله الأعظم إيه؟ الله. حتى هذه الصفات، مريد ولا قدير ولا عظيم، ممكن ان احنا نصف بيها بعض المخلوقات، بس لازم تبقى مقيدة، لابد، وذهنك ما يروحش ليها. لما اقول لك كريم، ده ربنا، لا ده نقصه بالواد كريم، واد سميناه كريم، ده الفرس بنسميه كريم، ايوه بس ده حاجه كده، يعني ايه، زي ما احنا مؤمنين كده، مؤمن والله، مؤمن بنص القران، كل فرق كالطود العظيم، البحر كده عظيم، ايوه بس ده لازم التقييد، مخك ما يروحش. انما احنا طالعين من المسجد كده وبنقول يا كريم، يعني ايه يا رب؟ وكان السادة النقشبندية عندهم إذا سمعوا أحدا يقول يا كريم أعطوه شيئا، على طول يطلع اللي في جيبه ويديله، يعني كأنه يا كريم يعني إيه، بيطلب إيه، رزق. فواحد شيخ والتلميذ بتاعه طالع، فالتلميذ بيقول يا كريم كده يعني ذكر، فطلع له فلوس من جيبه وعطاها له، قال له ايه ده؟ قال له ما اللي يقول عندنا يا كريم يبقى لازم محتاج فلوس، فندها له علشان يبقى ربنا استجاب على طول اهو. يا كريم. فاذا لابد علينا ان نعيش مع اسماء الله، لأن الله وصف نفسه بما فيه الكفاية، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.